بسم الله الرحمن الرحيم. جمهور مصر العظيم وجمهور الأهلي الوفي، زي النهاردة من 111 سنة اتأسس النادي الأهلي العظيم، زي النهاردة بنينا على أرض مصر هرم رابع، وكتب رموز النادي الأوائل أول صفحة في تاريخ كبير جدا وعظيم جدا، بيزيد كل يوم وبيكبر كل لحظة، زي النهاردة يوم 24 إبريل سنة 1907 فتح الأهلي بابه لمجد عايش معاه وعايش بيه، زي النهاردة ابتدينا حلم بقى في كل بيت، والأهم إنه موجود في صدر وفي صدور أولاده ومحبيه المخلصين. 24 إبريل مش يوم عادي في تاريخ الأهلي، لأن كمان اللي اجتمعوا في اليوم ده مش ناس عاديين. في اليوم ده وضع عظماء الأهلي، مثلا الزعيم مصطفى كامل، الزعيم طلعت حرب، وأمين باشا سامي، وعمر بن لطفي، وقبلهم كمان الزعيم الوطني الكبير سعد الزغلول، وضعوا الأساس لكيان تفخر به مصر كلها والوطن العربي والعالم كمان. الكيان ده مكمل برضه إن شاء الله بأولاده وأعضائه وجمهوره، الكل في حلقة في سلسلة من العطاء وإنكار الذات، علشان يفضل الأهلي الحاجة اللي بتجمعنا كلنا واللي بنفخر بيها كلنا. زي النهاردة بدأت الحكاية، وكل يوم جيل بيسلم الراية، راية العزة وراية الفخر والأمجاد، اللي بتكون يعني الحقيقة هي أساس مسيرة أعظم نادي، النادي العظيم بمبادئه وقيمه قبل ما يكون عظيم ببطولاته، النادي اللي مؤمن إن جمهوره وأعضائه ومحبيه ولاعبته هم البطولة الأهم، لأنه مؤمن دايما إن البطولات من صنع أبناء الأهلي رجال وسيدات،